هي الستات عاوزة ايه وبتفكر في كل حاجة وعكسها. انا بحب واحد بس مش حابة ابين. كل امرأة فينا عندها كذا هوية، هوية المرأة والبنوتة. احنا بنعرف الموضة ايه السنة دي وكل واحد بيعمل لنفسه لاين. في منها الوان يعني انا عجبتني قوي دي. كل شهر هناخد 10 بنات هيتعلموا ازاي يعملوا المكياج ويطلعوا ميك اب ارتست. ميرسي جدا ان برنامجكم اتاح لينا الفرصة دي. فقرة النصايح، وهنبتدي نعمل كريم البشرة او لوشن للبشرة. تعالوا نشوف احلام الستات ونشوف اختلافهم، لان اختلافهم بيمثلنا كلنا. موسم جديد مع دودي، الليلة السادسة مساءً.